هون يبين شنو، يبين عن حكام الجزائر عنهم. والله انا ما نقول الشعب الجزائري، حكام الجزائر هو اللي عندهم مشكل معاه وعندهم مع المغرب. هذا المشكل عند المغرب احنا ما قدرنا نعرفوش، واش حسد واش حقد، الله اعلم. هادشي كيورثوه من بيناتهم، هذوك هذاك الجيش الجزائري والله كبار الجيش كيورثوهم بيناتهم. يا غير احنا نقول لهم اليوم احنا رانا عايشين حكم ذاتي وعايشين جهوي موسعه، وحنا رانا في المغرب. وكيف جاوا اليوم الناس اجانب وشافوا كل شيء، وجاوا ناس من المغرب العربي كامل، وحنا كاع الى صلاح المغرب العربي بلا بلا بلا, بلا بوليزاريو والله، بلا هيئات ارهابيه والله ماشي خلايا ارهابيه. هذه دركاتي البوليزاريو في الفيافي وفي العجاج وفي النبغه، اش يعدلوا؟ كيتكرفصوا عليهم، يتكرفصوا على سكانهم اللي فهم اللي مديرهم على المخيم مع الصحراء، ويتكرفصوا على الصحراويين اللي اصلا من الصحراويين مغاربه منهم، ويتكرفصوا على موريتانيا اللي حاكمين واللي جاي من مالي قايسهم، وجميع الافارقه اللي فيها خلايا ارهابيه راهي فهم عروقها فهم مشاكلها فهم. اليوم نطلبهم يعطوا يخلوا غير الصحراويين يجوا يفتحوا لهم الحدود، هذيك 20% من الصحراويين اللي كاينه حقيقيه ترجع لبلدها. احنا عايشين حكم ذاتي، بغيناهم يعيشوا معنا هنا، واللي ما هو صحراوي ما بغيناه يجينا، وراه ما ولا يجينا، واحنا ما غنقبلوه الا ما عاد صحراوي حقيقي مغربي ملي، لان احنا رانا نعرفوا الصحراويين بيناتنا ونعرفوا الحقيقي والمو حقيقي. الا عاد صحراوي جدو العاشر في الجزائر، احنا راه جدنا العاشر كاين في المغرب، ولا عنده يدير لنا مشكله. احنا من بيناتنا مع المغرب العربي، المغرب العربي خاصو يتوحد، ولا توحد المغرب العربي كل شيء الشعب الشعوب كامل يتعيش بخير وعلى خير. وخاصهم محاربه هذه المخيمات، لان هذه لا تولد الا المشاكل، وتولد الارهاب، وتولد هذو التجار المخدرات، وتولد المشاكل اللي احنا في غنى عنها. واحنا اليوم اللي كان يتكلم في المخيمات يقول عنه احنا نتكلموا به الصحراء، يتكذب علينا، ما يتكلم حد باسمنا فن، ولاننا يمثلنا حد فن، ولا عندنا حد يمثلنا. واللي بغى يمثلنا يجي عندنا، يدخل معنا انتخابات نصوتوا عليه، يدخل معنا يعود شيخ من شيوخ القبائل. غير هذا اللي ينقال وهذا اللي يعدل كامل كذب 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 على المغرب. ليش؟ لان هناك هدف جزائري ضد المغرب. غير احنا نقول لهم شوفوا جزاكم الله خيرا، خلوا عنكم الشعب الجزائري، وخلوا عنكم اهل الصحراء، وخلوا عنكم البوليزاري. ومن هون لقدام رانا احنا كاع ماكلين نتكلم عن الصحراء المغربيه، الصحراء مغربيه غربيه مغربيه، ما هي غربيه مغربيه. يا غير احنا كاع اليوم رانا قايسين الصحراء الشرقيه، علينا يشدوا الاخبار الصحراء الشرقيه، اما الصحراء المغربيه الغربيه راهي سالات. وبما ان المغرب فيه صحراء غربيه مغربيه، خاص تعود فيه مولي صحراء شرقيه مغربيه، باش قاعدين طوال الملفات جميع الملفات. وحنا راه واخا يخلق الحرب، راهم يجبرونا احنا الاولين ضد اللي لا يتحارب مع المغرب كيف ما كان نوعه. والسلام عليكم.